المشكله ان احنا انتقلنا من مجلس الوزراء الى مجلس الصراعات. زين، يعني بعد احمد الفتاح ناصر محمد وانتم ما صارت صراعات لا لا هو كلها صراعات لا لا يعني عطني الان متى ما مره واحده من 79 بين جابر العلي وجابر الاحمد بعدين ما في شيء دخلنا في صراعات من السبعينات كانوا من الستينات الصراع الصراع 10 سنوات استمر 79 يوم تم استبعاد وادخال سعد العبد الله انتهى الصراع خلاص الصراع صراع عاد في عود احمد الفهد ناصر محمد بدا مرحله ثانيه حاليا حاليا الان دخول ناصر محمد ناصر صباح الاحمد على الخط الان زين من يتضرر مثلا ناصر محمد تضرر الان كان هو احد مثلا يقول مثلا نواف الاحمد مشعل الاحمد ناصر محمد زين يعني كانت هي كانت رئيس الوزراء هي ما تخلي الاماره زين الحين احمد الفهد صار برا الحسبه ودخول ناصر صباح الاحمد اصبح ايضا ناصر محمد برا الحسبه فعندك الناس الان تنضرر من دخول ناصر احمد ناصر سموه. ناصر محمد لل يعني ناصر صباح الاحمد دخوله لل ان صح التعبير للوزارة عطى كوع سياسي حق ناصر صباح ناصر لمحمد حلوة كوع سياسي زين بالتالي أنا اللي أراه أن نحن في مجلس صراعات مجلس وزراء والحكومة الحالية أتوقع ستكون أشد حكومة ستواجه فيها سجوبات السجوبات مدفوعة من أقطاب حكومية من أعضاء خارج الحكومة من ناس قاعدة مشهد سياسي لا شك أيضا أن مرزوق الغانم يعني سيكون له دور كبير في المشهد السياسي شلون لأن ناصر يعني الآن مرزوق الغانم الآن حلفه واضح مع منه مع جابر المبارك طيب يعني الان يوم قلت الان حكومه 2016 راس واحد في الحكومه كان سوره سيره تنسيق بين جابر المبارك وبين مرزوق الغانم طب ماشي الان الحين في راسين الان